لو بنتكلم دلوقتي عن السينما، بنتكلم عن السينما في مصر بشكل خاص، وحضرتك ناقدة سينمائية، تفتكري عدد الأفلام السينمائية المنتجة في مصر حاليا تستدعي حركة نقدية؟ تستاهل حركة نقدية؟ بص، هي الصناعة هي اللي بتولد النقاد بتوعها. لازم لما بتكون في صناعة قوية للسينما هتجدي بالضرورة نقاد أقوياء. أنا بكلم من خلال تجربتي، وتجربتي ما هياش قصيرة. أنا بدأت أكتب عن السينما من السبعينات، بداية السبعينات، فعندي تجربة طويلة طبعا. أنا كنت بعاني جدا جدا لما أتفرج على فيلم جيد وقوي ومتعدد الوجوه ومتعدد الأفكار وعنده تقل ما فكري، فكنت بدعبس وأقرأ وتشوفي خلفية المخرج. المخرج ده عمل إيه؟ دراسته إيه؟ انتماءاته إيه؟ تاريخه إيه؟ في المجرف بتاعي عمل إيه؟ فده كان لأن في أفلام قوية، أيوة، ولأن في فيلم بيتحداكي كناقد، بيحطك قدام تحدي كبير. انت هتقري الفيلم ده ازاي؟ مش ممكن هتقدري تقريه من غير خلفية ثقافية. وخلفية ثقافية ليست فقط ليها علاقة بالسينما، أيوة، دي ليها علاقة بالسياسة، ليها علاقة بالاجتماع، ليها علاقة بالأنثروبولوجي، ليها علاقة بتطور المجتمع، ليها علاقة بالحقبة السياسية الاجتماعية الاقتصادية اللي تم فيها إنتاج هذا الفيلم. فأنت علشان تبقي ناقد كما ينبغي، تقري العمل، لازم تكوني ملمة بحاجات كتير قوي. يعني حضرتك بتردي يمكن على سؤال جاء يعني على ذهني، وهو تكوين الناقد. كيف للإنسان أن يكون ناقدا مثلا سينمائيا، مسرحيا، موسيقيا إلى آخره؟ كيف للإنسان أن يكون مش ناقدا حتى لمسيرة حياته؟ اللي يقف يسأل أنا مفيد أو مش مفيد، أنا مؤثر أو مش مؤثر. طب إذا كنت مؤثر من أنهي تكوين؟ هل أنا نموذج ممكن أحتذى به، ولا أنا يعني ممكن أبقى شيء سلبي؟ ولأن النموذج السلبي برضو نموذج. لما تلاقي لص كون ثروة كبيرة ولم يعاقب وبينعم بهذه الثروة اللي سطى عليها، طب ما ده نموذج بيشجع آخرين إنه يعملوا أو ينهجوا نفس النهج. أيوة. فالنموذج مهم قوي. طيب، يعني في الحركة النقدية، هل ممكن نتصور إن في حركة نقدية قوية وفي إنتاج فني ضعيف؟ لا يعني لا لا، لأن النقد مرتبط بالتيار الخاص بالصناعة وبالإنتاج وباستمراريته وبالزخم اللي بيقدمه للمستهلك. فما ينفعش نطلع حركة نقدية قوية دون صناعة سينما قوية. دي مهمة. ولا يستطيع الناقد أن يكون ناقد مؤثر ما لم يكن مرتبط بهذه الصناعة وقادر على أنه يقيمها التقييم الصح. مرتبط على المستوى طبعا المحلي، يعني الإنتاج السينمائي المحلي والعالمي، والعالمي أيضا. إن إحنا فين من السينما العالمية؟ لما بدأت الكلام معاك دورية قلت لك إن هوليوود قوة ناعمة ضاربة، أيوة، عملت فينا كتير قوي ولسه وبتعمل. والديزني بكل ده بيسمع وبيخدم على السياسات الأمريكية، وبيخلق النموذج الأمريكي اللي ينبغي أن يحتذى، وده موجود وفي الدماغ، واللي بيصنع الكلام ده واعي. فأنت كل وفي نفس الوقت بقى هتلاقي عشرات الكتب الموجودة عن هذه الصناعة من الجانب النقدي ومن الجانب الجمالي ومن الجانب الاجتماعي والسياسي. وانا في هذه الحياه احنا لا نستطيع ان ننتقدهم. ليه؟ لانه دي لا. بلدهم ودي توجهاتهم ودي مصالحهم طبعا، وعلينا ان نفعل مثلهم. على فكره وبعدين قوه عظمى استعماريه، فلازم تجيب لك الاستعمار الجميل. شوفي بقى لما نقول استعمار جميل، ولازم تجيب لك النموذج اللي انت هتنبهري بيه وهتقلديه وهتؤمني بيه. أيوه. رغم انه مليان سموم مع التكرار مع الالحاح، انما مع الالحاح بيأثر. مع الالحاح التغيير الكمي، الكم بيولد كيف. ايوه. فاحنا طول الوقت نستهلك الفيلم الهوليودي الامريكي. طيب،